فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: أسمع كثيرا بأن الهجرة من بلاد أوروبا وبلاد الكفار ليست واجبة، لأن هناك مساجد كثيرة والمسلمون في سعة واحترام لدينهم. يقول: هل هذا القول صحيح الذي يتردد؟ لا، ما هو صحيح. الهجرة واجبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، فلا يجوز لترك الهجرة وهو يقدر عليها. أما إذا كان ما يقدر، يبقى مع الجاليات المسلمة وهو ما يقدر على الهجرة، يبقى، نعم، أو كان بقاؤه للدعوة إلى الله ونفع المسلمين، لا بأس، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.